السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف في ألترا سكان، تحياتي. النهاردة هنتكلم مع بعض عن نقطة مهمة جدا بالنسبة لحالات تأخر الحمل، في اقتراح لأطباء النساء والتوليد واقتراح كمان للحوامل. يعني الأفضل إن احنا نعمل في نفس اليوم اللي هنعمل فيه السونار الرباعي الأبعاد المهبلي نعمل صبغة الرحم والعكس صحيح. انا شايف ان دي بتوصل معانا نتائج، يعني نقدر نشخص بسرعه جدا حالات تاخر الحمل، ايه المشكله اللي موجوده عندها. فبدعو اطباء النساء والتوليد عامه الى تبني جزئيه عمل صبغه الرحم والسونار رباعي الابعاد في نفس المكان في نفس التوقيت عشان نقدر نطلع لحضرتك او نطلع لي حاله تاخر الحمل، اسباب تاخر الحمل بوضوح. ومعلومة يعني مهمة جدا، الجزء اللي هيغطيه صبغة الرحم يعني هيدي معلومة، وسونار رباعي الأبعاد هيدي معلومة مكملة كمان عشان نقدر ندي تشخيص كامل وسريع، وإن شاء الله يعني نبقى مساعدين لأطباء النساء والتوليد. شكرا جزيلا.